1000 طلب ديال الزواج اللي وصلت واكثر هادو في الواتساب عبر الواتساب وعاد عبر رقم عادي. انا الميمو كنفتخر بالميمه، كنفتخر باي ام كنفتخر بها. السلام عليكم متتبعين قناة شوف تي في، مرحبا بيا عندكم، معاكم غزلان الشهبة ملكة جمال العالم. ملكة جمال العالم، انا كنشوف راسي ملكة جمال العالم. مهم اليوم جيت اخوتي باش نوضح لكم بزاف ديال الامور اللي باقا ما وضحتهاش من البارح اليوم. خوتي من البارح اليوم اش غادي نقول لكم، راه ما شاء الله ما شاء الله واحد العدد كبير ديال طلبه الزواج اللي وصلوني، والحمد لله باقين كاين المغاربه باغين يتزوجوا، باقين كاين رجال في المغرب. اللي كيقول ما كاينش رجال في المغرب، راه كاين رجال في المغرب وباغين يتزوجوا وباغين حتى هما يكونوا اسره والحمد لله. شحال وصلتي من طلب؟ اش غادي نقول لك، دابا حاليا قبيله كان 1000 وشي حاجه، ولكن دابا غيكون تزاد 1000 طلب ديال الزواج. بالدلائل غادي نوريكم انايا بسميتو بالارقام وبالدلائل. 1000 طلب ديال الزواج اللي وصلت واكثر هادو في الواتساب عبر الواتساب وعاد عبر الرقم العادي. ما الناس شافوني البارح كلشي دخل عندي قال لي عجبتينا عجبتينا، بغيناك للزواج بغيناك الحلال، واش بصح ناويه المعقول، واش بصح باغا المعقول، انت زوينه بزاف عجبتينا، عجبنا الاسلوب ديالك، عجبتنا الشجاعه ديالك، عجبتنا الثقه في النفس ديالك، عجباتهم خصوصا الثقه في النفس اللي عندي. من هذا المنبر كنقول للعيالات كونوا عندكم ثقه في النفس في الانفس في نفسكم، وحاولوا انكم حتى نتوما ديروا بحالي وتواجهوا الناس وتواجهوا العالم الخارجي. ما فيها باس ان المراه تقلب على راجل تزوجو وتقول المواصفات ديالها اللي بغات، عادي ما فيها باس. كيما الراجل كيقلب على المراه اللي كتعجبو، حتى المراه من حقها تقلب على راجل اللي بغات هي واللي غادي ترتاح معاه، وداكشي كيجي بالتفاهم ان شاء الله. يعني انا راجل اللي غادي نتفاهم معاه، دخلوني طلبات ديال الزواج وعروض، ولكن باقا لحد الان باقي ما اختاريتش ومازال ما قررتش شكون هو الزوج اللي غادي يكون المستقبلي. يعني باقي كنتفاهم معاهم، باقي يلاه عطوني الاسامي ديالهم في ساكنين شنو خدامين، يعني ما كنكثرش معاهم في الهضره بزاف. مهم انا مي غادي تكون ان شاء الله نهار غادي نختار الزوج المستقبلي ديالي ان شاء الله، راه غادي يكون معايا ان شاء الله، والمغاربه كاملين غادي يشوفوه، وكنتمنى المغاربه يدعيو معايا، الناس اللي كتابعني تدعي معايا، ودخلوا عندي حتى العيالات، دخلوا عندي حتى البنات باغيين يتزوجوا. بحكم انني انا طلبت الزواج، يعني كاينين بعض البنات قالوا لي راه انت طلبتي الزواج يعني غادي يدخل لك عروض كثيره، الى شي حد بغى يتزوج قوليها لينا، يعني نتواصل معاهم حتى هما، ممكن نكون انا صله وصل بيناتهم حتى هما، الله يسهل عليهم، واللي بغات شي حاجه الله يسهل عليها. حنا ما كرهناش كلشي يتزوج، ما كرهناش كلشي يكون عايش بخير وعلى خير، ويكون تفاهم ونسبه الطلاق تكون قليله، ويحاولوا تحاول المراه تصبر شويه، والراجل حتى هو يكون متفاهم واحد شويه، ويكون شويه الصبر وشويه ديال التفاهم. هو رقم كبير صراحه، هو رقم كبير، وباقي مازال جايني عروض اخرى، يعني هذا الشيء غير من الخمسه د العشيه لدابا، لان الفيديو ما تلح، الفيديو اللي رفعه الرقم ديالي تلح حتى العشيه، وكيف تلح الناس بداو كيعيطوا ليا، مع الخمسه بداو العروض ديال الطلبات ديال الزواج بداو مع الخمسه، يعني التليفون ديالي تقريبا من الخمسه لحد الان باقي ما توقفش على سميتو الاتصال، باقي الاتصال لحد الان كيجيني. اكد لك كاش انا اجمل وحده في العالم، انا اجمل وحده ماشي غير بالزين، الزين زين الى زين الافعال، بزيني اخلاقي بتربيتي الحمد لله الوالدين ديالنا رباونا، بمعامله ديالي بالكلام ديالي بالاسلوب ديالي مع الناس،
الحمد لله عندي واحد النيفو يعني قارية شوية. بالنسبة للغات عندي واحد جوج ديال اللغات كنهضر بهم يعني، وزيد عليهم اللغة العربية. قارية القرآن، إنسانة طموحة يعني، من غير الدراسة عندي هوايات وعندي مواهب وهوايات وعندي شكي يقولوا لهم أشغال مثلا يدوية كنعرف ليها، يعني عندي بزاف ديال الحاجات اللي كنديرهم في حياتي، يعني كان عندي بزاف ديال الحوايج كنديرهم في حياتي، ولكن شوية كل مرة كندير شوية يعني، ماشي كنمارس واحد الحاجة بوحدة يعني، كل مرة كنبدل باش ما يكونش عندي روتين وباش أنا ما نملش. وكنوجه الرسالة ديالي لأي مرة خاصها تكون شجاعة، واللي بغات شي واحد تمشي تواجه وتقول لي راني بغيتك، واللي كتحلم بشي راجل في حياتها واحد الاوصاف ديالها عندها كتحلم بهم عندها في راسها، تخرج تقولهم وتواجه الناس وتواجه الراي العام. راه كاينين رجال في المغرب واحد العدد كبير هائل لدرجه انني لحد الان ما متيقاش يعني. داك العدد اللي قلت لكم انا قبل كانوا الناس كيبغيو يتزوجوني غير عبر يعني كيتلاقوني غير هكا في الشارع وكيطلبوا مني الزواج، يعني اليوم ملي حطيت الرقم ديالي يعني واحد العدد كيدوبل هذاك العدد اللي كنت قلت لكم بزاف. انا الميمة وكيحبوني الناس الحمد لله، شباب وشابات عزيزة انا على الناس كاملين، كيحبوني الناس كاملين بدون استثناء، ما كنعامل انا حتى شي واحد خايب واللي ما كيحبنيش راه داكشي كيرجع ليه. شباب ماشي الدراري الصغار، شباب يعني شباب في مقتبل العمر تبارك الله. دابا حنايا الشباب ديالنا كتلقاه 17 سنه هو تبارك الله الحجم ديالو كبير يعني ما شاء الله يعني بالتهلو، وداكشي حنا المغاربه كنتهلاو في وليداتنا يعني ما كيبانش لك ان اصلا عنده هذاك لاج. ملي كتسولو كتقول لي شحال في عمرك يقول لك 17 18 باغي يكون حتى هو اسره وباغي يدير وليدات، باقي ما عارفش شنو هي المسؤوليه وباغي يتزوج. دخلوا عندي شي وحدين في سميتو في عبر الواتساب يعني في العمر ديالهم كيتزوج ما بين 20 و25 وباغين يتزوجوا حتى هما، وقدموا لي الطلب ديالهم وقلت لهم مرحبا والف مرحبا. نتمنىهم يكونوا من المحظوظين ونكون انا الزوجه المستقبليه ديالهم.